صباح الخير ريهام، صباح الخير مشاهدينا الكرام. صباح مشرق مليء بطاقات خيرة شباب مصر. نحن اليوم أمام لحظات مجيدة، لحظات يتم من خلالها أو يجني فيها المجتهدون ثمار جهدهم وعطائهم، فقليلون هم من يتخذون قرارات تغير مسار حياتهم. وطلاب أكاديمية الشرطة اتخذوا قرارات، هذه القرارات تعهدوا بها بأن يحفظوا أمن وسلامة واستقرار الوطن. رجال صدقت نواياهم وعزائمهم لتلبية نداء الواجب وتحقيق الأمن والاستقرار لهم ولشعب مصر العظيم. فاليوم نحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة بتشريف وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.